متابعو صوت بيروت انترناشونال، اهلا بكم الى جولة بدقائق وفيها. الصين تضغط على بيتكوين، مومياء مصرية في المستشفى، الصندوق الاسود في السيارات، وللارض نبضات قلب. انخفض سعر بيتكوين إلى ما دون 30,000 دولار الثلاثاء للمرة الأولى منذ بداية السنة، لتكون أول عملة مشفرة تعاني من الجهود الصينية لتنظيم هذه العملة اللامركزية، حيث تشن بكين حملة نشطة للجم تعديل البيتكوين. وأفاد منتجون سابقون لعملات مشفرة بأن مزودي الطاقة في إقليم سيتشوان الصيني تلقوا الأوامر بوقف توفير التيار الكهربائي للشركات التي تنتج البيتكوين. هذا الموقف يشكل ضربة قوية جديدة للسوق. خضعت مومياء للتصوير بالأشعة المقطعية في مستشفى إيطالي في إطار مشروع بحثي للكشف عن أسرارها. المومياء تعود لكاهن مصري قديم عاش قبل 900 سنة قبل الميلاد. يعتقد الباحثون أن بإمكانهم جمع المعلومات عن حياة الكاهن المصري وموته والتوصل إلى أنواع المواد التي استخدمت في تحنيطه. دراسة السرطان وتصلب الشرايين في الماضي، ومن الممكن أيضا أن يكون ذلك مفيدا للأبحاث الحديثة. في خطوة تهدف إلى تقليل معدلات حوادث السير، قرر الاتحاد الأوروبي جعل نظام تسجيل بيانات قيادة السيارات إلزامياً. على غرار الطائرات، سيتم تركيب صندوق أسود في السيارات المباعة في أوروبا اعتباراً من أيار 2022، على أن يتم تزويد السيارات المستعملة بهذا النظام في أيار 2024. سيأخذ الصندوق الأسود شكل شريحة إلكترونية صغيرة يتم وضعها في مكان لا يمكن للسائق الوصول إليها، وسيكون من المستحيل إلغاء عملها المتمثل أساساً في تسجيل البيانات المهمة قبل وقوع الحوادث وبعدها بثلاثين ثانية. وجدت دراسة جديدة للأحداث الجيولوجية القديمة أن كوكب الأرض لديه نبضات قلب دورت مدتها 27.5 مليون سنة. هذا النبض من الأحداث الجيولوجية العنقودية بما في ذلك النشاط البركاني والانقراض الجماعي وإعادة تنظيم الصفائح وارتفاع مستوى سطح البحر، بطيء بشكل لا يصدق. الدراسة تقدم دليلا إحصائيا لدورة مشتركة، ما يشير إلى أن هذه الأحداث الجيولوجية مترابطة وليست عشوائية. كنا مع جولة بدقائق، إلى اللقاء.